أنا مستغربة جدا، الفاكهة دي تعتبر من أغرب الفواكه اللي موجودة في العالم. أول مرة أشوف برتقال قشرته سودة زي ما أنتوا شايفين. هي فعلا القشرة سودة كده وهو مزروع كده، ولا هم رشينها أسود؟ طيب لو رشينها أسود، رشينها أسود ليه؟ لو تعرفوا السبب اكتبولي في التعليقات، والنوع ده موجود فين بالظبط. كمان ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان القناة تكبر بيكوا وليكوا، واستنوني في فيديوهات جاية أحلى وأحلى.